محلول الفيهلينك هو كاشف لوني يكشف على وجود السكريات في الغذاء. نخلط محلول فيهلينك A و B ثم نضيف للغذاء المراد الكشف عنه، لكن يشترط هنا التسخين، عامل التسخين ضروري. عندما نخلط محلول فيهلينك A و B نتحصل على هذا اللون، لأن هذا هو محلول فيهلينك. إذا أردنا أن نكشف عن السكريات في الحليب نضيف محلول الفيهلينك لكمية من مصل الحليب، والنتيجة هي كالتالي. طبيعة الحال بعد التسخين، بعد إضافة محلول الفيهلينك لمصل الحليب، ها هي النتيجة، هي ظهور رصيب أحمر آجوري كما نرى يترصب في القاع. هذا دليل على وجود السكريات في الحليب. إذا وجدنا السكريات في مصل الحليب فهي موجودة في الحليب بفضل محلول الفيهلينك الكاشف اللوني الذي يترافق بالتسخين، والنتيجة هي وجود السكريات في الحليب. محلول الفيهلينك يكشف عن السكريات البسيطة.